السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد سريع جدا بنتكلم فيه على بروجكت قديم عملناه قبل كده، ان احنا عملنا برواز باستخدام شاشة قديمة، ركبنا لها بوردة جبناها من على علي اكسبرس. التفاصيل كلها هتلاقيها في رابط الفيديو القديم في صندوق الوصف. دلوقتي احنا حبينا نعمل ريفرش او نحدث المشروع ده شوية، فاخترت بوردة تانية لان البوردة القديمة كانش فيها سماعات. البوردة الجديدة احسن شوية، وصلتها زي ما احنا شايفين، ده شكل الباك اند والناحية التانية ده شكل الفرونت اند. ف سبب التحديث ان يعني البوردة القديمة كان فيها مشكلة شوية، والبوردة الجديدة المخارج بتاعتها كلها شغالة، ال HDMI وفيها كذا مخرج تاني حتى تقدر توصل عليها اريال تشتغل تلفزيون. السبب التاني ان احنا حبينا نحدث ونجيب برضو جوجل كروم كاست. انا ممكن اعمل فيديو تفصيلي عن جوجل كروم كاست او جوجل تي في، دي النسخة ال HD لان اصلا الشاشة صغيرة مش محتاجة ان انا اجيب النسخة ال 4K. سبب التغيير من فاير ستيك ل كروم كاست ان الفاير ستيك طبعا اصدارها قديم جدا شوية، فما فيش بعض السوفت ويرز او بعض البرامج مش شغالة عليها كويس، زي مثلا التطبيق بتاع شاهد مش مدعم عليها، في بعض التطبيقات التانية برضو مش متوفرة. التحديث برضو لجوجل كروم كاست لأن جوجل كروم كاست شغالة بتايب سي. تايب سي في جوجل كروم كاست تقدر ان انت توصل عليه هاب، توصل عليه اس بي، توصل عليه فلاشات، او توصل عليه كمان اي حاجة تانية، كيبورد ماوس او حتى هارد ديسك. دي الميزة الكويسة اللي في جوجل كروم كاست. شكل البروجكت ده او المشروع ده متحدث عليه البرامج الحديثة كلها، اقدر كمان ان انا احطه على الحيطة من غير ما الجهاز نفسه يسخن، لان الفاير ستيك كمان قبل كده كانت بتسخن وكانت بتفصل، انما في حالة برضو جوجل كروم كاست دلوقتي الدنيا شغالة وبيعرف يهندل او يشتغل كويس عن طريق الباور بتاعته، يقدر يهندل الحرارة وتبقى ملبسها او مركبها على طول على الحيطة. ده فيديو سريع زي ما احنا قلنا. ممكن نعمل فيديو تفصيلي عن جوجل كروم كاست لو الناس حابة، لو يعني الناس كتبت لي في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ريت تعمل شير لايك سبسكرايب. شكرا جزيلا على المشاهدة، وان شاء الله اشوفك في فيديو تاني بعد كده. شكرا جزيلا، مع السلامة.